طيب معايا الدكتور سارة، معايا من على الهوا دكتور شريف. ازيك يا دكتور؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام، كيف صحتك؟ والله طيبين، يديكم العافية رب العالمين، والتحية لأسرة تلفزيون الأزرق الله يكرمك يا رب. وعبركم التحية للسادة المشاهدين. شكرا. نتكلم عن النضج العاطفي، لكن ما كل الناس ممكن تكون فاهمة المعنى العلمي أو النفسي للنضج العاطفي وهم علاماته. طيب نحن طبعا لما نتكلم عن النضج العاطفي نتكلم العواطف بصورة عامة. والنضج العاطفي مفهوم العلمي بالنسبة للأفراد في المجتمع هو القدرة على قبول واقع الناس، إنك يكون عندك قدرة إنك تقبل الناس واقعهم نعم. والأشياء كما هي من حولك، وقبول تحديات الحياة بصورة عامة من حولك، وكانت ظروف أو أقدار. لكن عنده شرط بالمناسبة، بشرط انه يكون القبول ده هو قبول نشط، انك انت بتقبل الناس بواقعهم، بتقبل التحديات من حولك، بتقبل الحياه كما هي، لكن في نفس الوقت القبول ده لازم يكون قبول نشط، بمعنى انه ما يكون قبول سلبي. ونشط بمعنى انك تتفاعل مع من حولك من الناس، او تتفاعل مع الاحداث من حولك، تتفاعل مع كل الاشياء والتحديات بصوره عامه في الحياه. نعم، في فرق بينه وبين الوعي، ولا الاثنين ممكن ندرجهم؟ يعني زول واعي معناه ناضج عاطفيا، قادر على التقبل زي ما صحيح. تفضلت وقبول الآخر بكل شيء. هو طبعا في علاقه كبيره جدا بين النضج العاطفي والوعي، لانه كلما كانت درجه الوعي بالاشياء عند الافراد كبيره، كلما كان النضج العاطفي عند، وبالتالي يمكن الوعي هو حاجه ضروريه جدا بالنسبه للنضج العاطفي، انه الافراد يكون عندهم نضج عاطفي حقيقي. حلو. والوعي في حد ذاته يعني وعينا بمشاعرنا، وعينا ايوه، بذاتنا، وعينا بمشاعر تقديرنا الآخرين، لذاتنا. ايوه تقديرنا لذاتنا، وعينا بمشاعر الناس الآخرين، بنتعامل معهم في الحياة بصورة عامة. هل التربية السليمة بتدخل انه يكون في نضج عاطفي في التعامل والإحساس بالآخرين، وهل برضو مرتبط بالعمر دكتور عبد الله؟ أي هو طبعا مسألة التربية السليمة والتنشئة الاجتماعية السليمة هي يعني يمكن يكون مصدر من مصادر النضج العاطفي بالمناسبه، ودي حاجه ضروريه في المجتمع، انهم يهتموا بتربيه ابنائهم التربيه السليمه. نحن نتكلم عن التربيه التنشئه الاجتماعيه السليمه او التربيه الاجتماعيه بالنسبه للاطفال. نحن نتكلم عن التعلم، وبعد ذاك يعني يمكن علاقه الاسره او وعيهم بتربيه الاطفال. المساله دي ضروريه جدا بالمناسبة بالنسبة للنضج العاطفي بالنسبة للأطفال. يعني الوضع الطبيعي للأسرة إنها تكون داعمة للطفل في البيت، بمعنى إنه لما يخطأ يدعموه في الخطأ، لأنه مسألة الخطأ والصواب دي مهمة جدا بالنسبة له، لأنها بعد ذاك بتشكل له خبرات بتعينه في حياتك، وبعد ذاك بتكون مسألة الخبرات دي هي بالنسبة للنضج العاطفي، لأنه في الأساس النضج العاطفي بيعتمد اعتماد كبير جدا على تراكم الخبرات، والخبره بغض النظر عن الخبره هي خبره ايجابيه او خبره سلبيه، لانه حتى الخبرات السلبيه بعد ذاك يعني يستفيد منها، سواء كانت فشل، سواء ايا كان نوع الخبره المعينه، الناس بيستفيدوا منها وبيقوموها بعد، تبقى خبره على ضوها انت بتتصرف في حياتك. الجانب الثاني من المساله مسألة العمر، لحد سن الرشد أو لحد سن 18 سنة. المسألة الأولى، الفترة الأولى من حياة الإنسان دي هي مرتبطة بمجموعة من 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 من, من أنواع النضج، سواء كان النضج الجسمي أو النضج العقلي أو النضج، كل التفاصيل دي هي تعلم لكل أنواع النضج. لكن بعد ذلك يمكن في مرحلة الشباب، مرحلة حد 30 أو 40، مسألة النضج العاطفي يمكن عمر، لأنه نلقى ناس كثيرين جدا في فترة عمرية معينة سواء كان 30 أو 40 في فروق فردية بين الناس، في ذول النضج العاطفي أفضل من الثاني، لأنه تعرض في حياته لخبرات كثيرة جدا، أو لأنه كان مبادر أكثر في حياته من الآخرين.
عشان كده احنا بنقول انه المساله بتاعت الروح المبادره، المساله دي قد تسرع في مساله النضج العاطفي ايوه بالنسبه للافراد. وفي نفس الوقت بنلاقي ناس اكبر سنا مثلا من الفئه العمريه دي، لكن هم اقل نضج عاطفي، لانه بالنسبه لهم المساله بتاعت التجارب والخبرات قد تكون اقل. ما كثير يبقى ارتباط المساله دي في المقام الاول جدا بمساله الخبرات، بمساله انك تكون مبادر في حياتك، انك تحط خبرات كثيره جدا. الحاجات دي بتساعد في النضج العاطفي بالنسبه للافراد في المجتمع. بعض النصائح العامه يعني انه مهم جدا انه الواحد يكون واعي بمشاعره، قادر على انه حتى يعرف يعبر كيف ويعرف يحتوي كيف قبل ما يحتوي يعني يحتوى الاخرين. دكتور عبد الله صحيح، وهو طبعا المساله بتاعت النضج العاطفي دي هي مهمه جدا في حياه كل زول. ليه؟ لانها بتعيننا في مساله الانجاز في الحياه وتحقيق الاهداف. صحيح. أيوة. وبالتالي نحن يعني ممكن نقول انه ركز على فئه الشباب اللي هي الفئه الاكثر يعني نشاط بالنسبه لهم. ضروري جدا انه فئه الشباب يكون عندها روح المبادره. انت لما تكون شاب المفروض تكون مبادر في عملك، مبادر. وبالتالي احنا بنقول انه الفئه دي ضروري جدا في الفتره الاولى من حياتك وبار الفتره العمليه انها على سبيل المثال تشتغل مثلا على سبيل المثال بالعمل الطوعي بصوره عامه، لانه العمل الطوعي هو يعتبر تمرين قوي جدا انه يأهل الناس بعد ذاك للحياه العمليه بصوره عامه. نعم، نعم. كلام جميل. وبعد ذاك نهتم بالاطفال، نهتم بالتربيه اكيد السليمه. طبعا الطفل بالذات، صح. طيب. شكرا جزيلا لك يا دكتور والله على الكلام الجميل واللطيف ده.